مأمور بإحالة 75 متهم. يا مول ما حدش يسمع. 75 متهم في أحداث بورسعيد إلى المحاكمة الجنائية. في ناس رجالة سبق وإحنا قلنا أهم حاجة الناس دي تتقدم للمحاكمة. مش معنى إن هم هيتقدموا للمحاكمة معناها إن إحنا سكتنا. لازم تبقى محاكمة سريعة، والمحاكمة الناس دي تاخد حكم. بس في خطوة اتعملت هتشوفها دي كويسة. جمهور من مصر يتحول لمحكمة الجنايات. وأشار المتحدث الرسمي البيان ده لمكتب النائب العام، هيبقى في كل القنوات التلفزيونية. يعني مش هيقدر يلف اليمين ولا وأشار المتحدث الرسمي إلى أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين ومن بينهم بعض قيادات الشرطة السابقة ببورسعيد. واحد مدير الأمن، واثنين نائب مدير الأمن وقائد الأمن المركزي ومساعد مدير الأمن المسؤول عن أمن المدرج ومساعد مدير الأمن المشرف على مدرج الأهلي والسابق بس يا جدعان مدرج مشجع النادي الأهلي، وكذلك المدير التنفيذي للنادي المصري ومهندس الكهرباء المسؤول عن قطع التيار عن أبراج الإضاءة بالإستاد عقب بادي الأحداث. كما أمرت النيابة بضبط وإحضار 7 من المتهمين الهاربين. أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت إلى المتهمين مرتكب الأحداث. 1- ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبي الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه بأن قتلوا المبني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد. فقد الكلام بقى اللي هم قد عقدوا النية والعزم على قتل بعض جمهور النادي الأهلي انتقاما منهم لخلافات سابقة. الكلام ده زي الثورة والناس ويطلعوا براءة زي الضباط اللي قتلوا والكلام ده. احنا مش هنسكت، وسبق وقلنا مش هننزل غير الشارع. الشارع هو اللي بيخلي صد الناس دي تتحرك. كل جلسة للناس دي هيكون العدد ده وقده 10 مرات واقف تحت بيتابع الجلسة فوق. عايزين الجلسات يومية. ده الكلام من النائب العام لأهالي الناس. مش هتبقى لا بورسعيد ولا في اسماعيلية، هتبقى هنا في القاهرة عشان لما القاضي يحاكم مدير أمن ما يبقاش مضغوط وخايف إن هو يتأذي. الناس دول أهالي الناس، كلنا زعلانين بس مش زي الناس دي عشان ما نضحكش على بعض. الناس دول راضيين لغاية دلوقتي بالقرار ده وقالوا لنا استنى الجلسة هتبدأ الأسبوع الجاي. يعني خلال أسبوع في جلسة هنحضرها كلنا وهنبقى في الشارع. أنا
مش بقول اسئله، انا بتكلم كلام للناس. هنبقى موجودين فوق الفوز، مش هنسكت. احنا اللي جمعنا كذا حاجه، حب النادي، ان اخواتنا اللي ماتوا، ان احنا عايزين حق الناس. مش معقوله بعد ما كلنا هنروح مش هنعرف نجمع نفسنا تاني. هنجمع نفسنا وباكتر من كده، هنديهم فرصه اسبوع اتحولت لمحكمه الجنايات بالناس دي. دي خطوه كويسه، اسبوع وهننزل الشارع تاني في اول جلسه للناس. في حد عنده اعتراض في اي حاجه؟ انا عايز اسالك سؤال واحد. هو انت لو اتحكمت هتروح محكمه الجنايات ولا هتروح السجن العسكري؟ سؤال بسيط، ليه حولوهم هم على الجنايات واحنا بنتحول على المحكمه العسكريه؟ انا دي اول الكذبه، دي اول الكذبه، وبعد كده بتطول. مرشح رئاسه الجمهوريه. انا بقول لك سؤال، ليه صدقت؟ صعب عليك. هو قالك اهالي الشهداء هم اللي قالوا لنا اهالي الشهداء ودونا بيها مش هنتكلم، ما نحورش على بعض. هم اللي قالوا لك ازاي يا شهيد الروح بدم نفديك، يا شهيد الروح بدم نفديك، يا شهيد الروح بدم نفديك، يا شهيد الروح. يا احداد على روح الناس بصوت عالي كله مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا شهيد في جنة، يا شهيد في جنة، يا شهيد في الجنة، يا شهيد في الجنة، يا شهيد في الجنة، والناس دي عايزة تعمل حاجة. خلاص دي الهتافات.